لقبها الجمهور بصاحبة أجمل عيون ودخلت التمثيل بالصدفة. تعرفوا معنا على عائلة الفنانة السورية روزينا لزقاني وخطيبها السابق وأبرز محطات في حياتها. روزينا لزقاني ممثلة سورية جميلة خطفت الأضواء في مسلسل الهيبة منذ الجزء الأول بإطلالتها وأدائها التمثيلي المتقن، حتى أصبحت منى شيخ الجبل إحدى أقرب الشخصيات إلى قلب الجمهور. ولدت روزينا لزقاني في مدينة دمشق السورية في تاريخ 17 نيسان إبريل عام 1990، وبرجها الفلكي هو برج الحمل، وعمرها في العام 2020 هو 30 عاماً. صورة من طفولة الفنانة روزينا لزقاني. بدأت روزينا دراسة الفن في معهد الفنون العالي بدمشق، وقد تم تخصيصها بقسم السينوغرافيا. ومن عشقها للتمثيل شاركت روزينا في أعمال مسرحية خلال دراستها بالمعهد، لتكون بداية مسيرتها الفنية في العام 2013 من خلال لوحتين شاركت بهما في مسلسل ناطرين. روزينا خطفت النجومية بعدد قليل من السنوات، وقدمت في الدراما التلفزيونية خلال 5 سنوات ما يقارب 20 مسلسلا. روزينا هي ابنة لعائلة دمشقية أصيلة، لكنها لم تمانع في اختيار ابنتها المجال الفني وساندتها في الطريق الذي اختارته. لدى الفنانة السورية روزينا لزقاني الشقيقتين هما بسمة وميسم، وقد عرضت صورة لهن على مواقع التواصل الاجتماعي، كما ولديها أخ صغير يدعى كريم. كما انتشرت صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تجمع الفنانة روزينا لزقاني بوالديها. طول الفنانة روزينا هو 162 سنتيمتر. وتعتنق روزينا لزقاني الديانة الإسلامية. خلال شهر نيسان إبريل عام 2019 أكدت روزينا لزقاني أنها دخلت القفص الذهبي برفقة شاب من خارج الوسط الفني، مشيرة أن هذه الخطوبة جاءت بعد قصة حب جمعتهما منذ الزمن. لكن بعد ذلك تم الانفصال بسبب عدم تفاهم الطرفين، وعنت لزقاني أنها ما زالت عزباء ولا تعيش قصة عاطفية في الوقت الحالي. وكشفت روزينا أنها دخلت التمثيل بمحض الصدفة، حيث كانت في جلسة مع بعض الأصدقاء وطلب منها أحدهم المشاركة بفيلم قصير من إخراجه، فقالت إنها فرصة كي تختبر نفسها وإمكانياتها وكي تتأكد بأن رغبتها في التمثيل ليست وهمية، وفي حال لم تنجح بهذه التجربة حتما كانت ستعدل عن الفكرة، لأنها لا تحترم الشخص الفاشل الذي يتابع بمهنته. لقبها محبوها بصاحبة أجمل عيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي. روزينا فتاة بيتوتية لا تحب الخروج من المنزل، وتحب مشاهدة التلفاز ومتابعة الأفلام وسماع الموسيقى، بالإضافة إلى الطبخ والتسوق. فالطبخ من هواياتها المفضلة، وتجيد روزينا إعداد كل الطبخات من بينها المحاشي وحتى المعكرونة. تعتبر روزينا نفسها انطوائية أكثر من كونها اجتماعية، لكنها تحب الناس حتى من لا يحبها ومن يتمنى لها الشر، وليست لديها أي مشكلة مع أحد. تمنت روزينا أن تحصل على دور الفتاة البشعة، لأنها هنا تكمن قوة الممثل بحسب قولها، في
في تجسيد الشخصيات، فهي لا تعتبر نفسها الرقم واحد في الجمال، معتبرة أن الجمال سيزول وستبقى الأعمال والإنجازات. روزينا مقلة في إطلالاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تحتفظ بالقسم الأكبر من حياتها بعيداً عن مشاركة تفاصيلها مع متابعيها، حيث تختار الأتقان المناسبات فقط للظهور عبر حساباتها، وفي بعض الأحيان تنشر صورها الجديدة لتبقى على تواصل مع متابعيها. علقت الممثلة السورية روزينا بأن لقب خليفة سلافة معمار لا يزعجها، لأنها تعتبرها من أهم الممثلات السوريات في الوقت الحالي. بالإضافة إلى سلسلة الهيبة، شاركت روزينا في مسلسل مافية في العام 2019 لتعتذر عن الجزء الثاني، وبررت انسحابها بكونه لم يكن مغريا بالنسبة لها، ولم تتوقع أن يكون له جزء ثاني. روزينا مقلة في أعمالها السينمائية، والتي اقتصرت على الفيلم القصير ابتسم فأنت تموت في العام 2014، مبررة بعدها بأن العروض التي تلقتها لم تكن مناسبة لها. ومن أبرز الأعمال التي ساهمت في نجومية روزينا كان مسلسل عناية مشددة وبانتظار الياسمين ومسلسل شوق، الذي يعتبر نقلة نوعية في مشوارها الفني، حيث لاقى دورها فيه أضواء إيجابية للغاية. عن دورها في مسلسل غرابيب سوداء، فقد كان من أقرب الأدوار إلى قلبها، لأنها اعتبرت نفسها تتحدث من خلال الدور الذي لعبته عن معاناة مئات الآلاف من فتيات بلدها.